بعد سنوات تراجعت فيها الأعمال الدرامية السورية، لا يمتزج معظم بالنفس الدرامي العربي من ممثلين، مواقع تصوير خارجية وكوادر فنية. رجعت اليوم الدراما السورية اللي تحتل الصدارة على الشاشات العربية وتكون ترند بكادر فني وتمثيلي وبصمة إخراجية سورية. المستورة وعلى سنة الله ورسوله حكي حكي دين العليا والحس حارة القبة يلي بتدور أحداثه بإطار الدراما الممزوجة بالتشويق حول فترة الاحتلال العثماني لبلاد الشام بالقرن 19، وبيسلط الضوء على أهل الشام القديمة ومعاناتهم في تلك المرحلة من الفقر والجوع والتشرد. ومنبقى بأجواء البيئة الشامية وإلى الجزء الثاني من سوق الحرير يلي بتدور أحداثه في إطار اجتماعي بدمشق بأواسط الخمسينيات من القرن الماضي. ومن أعمال البيئة الشامية إلى الدراما الاجتماعية وعلى صفيح ساخن، هيك كانت أصداء العمل يلي بيتحدث عن قصة عائلة سورية تعيش تحديات مختلفة ومصيرية في الحياة، كما يلقي الضوء على العلاقات الأسرية الشائكة بين العائلة الواحدة وفق خط درامي جديد. إلى خريف العشاق الذي تدور أحداثه حول فترة السبعينيات، ويروي قصة ثلاثة شبان يتزوجون ثلاث فتيات من بيئات مختلفة بعد قصة حب، لنرى تأثير الأحداث الاجتماعية والسياسية على كل ثنائية وبقالب اجتماعي. أعمال عم بتكون ترند وتحقق نسب متابعة عالية لترجع دراما هي السنة لتكون الأولى ببصمة وإبداع سوري.